entre Colombia y Marruecos ha existido históricamente unos lazos comerciales y de amistad. Colombia والمغرب تربطهما علاقات صداقة على مدى التاريخ وهي علاقات ما فتئت تتعزز خلال السنوات الأخيرة. Que ha venido tomando la economía marroquí. وذلك بالنظر للدينامية التي شهدها الاقتصاد المغربي. En que nuestro país ha tenido una mayor apertura hacia el exterior. ومنذ انفتاحها على العالم قامت كولومبيا بتنويع وتوسيع علاقاتها الاقتصادية وهناك اهتمام متزايد بتعزيز العلاقات مع المغرب ولا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري وأيضا في المجال السياحي. Esa relación económica y comercial y también por qué no de turismo entre los dos países.